السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا في حلقة جديدة من سيتي سكاي لاين أربيانا. معكم خليل من خليل جيمنج. آخر مرة سوينا منطقة تعليمية، طبعا أزمة الاختيارات هاي ما تنحل، مغيظة بيها أزمة الاختيارات، بس الحين بنسوي خط الرويس. لازم نسوي خط الرويس اللي هو الهاي واي هذا مع طلع من الرويس الى وين؟ الى شارع عام جسر، يروح من هني يماشي الخط هذا اوكي لين ومين؟ لين الرويس وبس. بيكون شوي خبصة، شوي مو بايد شوي، لان الشارع انا خابصنا احس. سكت قطار، هاي مش عايبتني. كنت بمد الخط من هني، بس بعد التفكير في الموضوع بمد الخط من وين؟ على الاغلب من هني، بس عندي سكة الخطار لان عندي وايد خطارات، انا يمكن تخرب الموضوع شوي. هذا الموضوع كله، بس الرويس عنده مدخل هاي واي، بس مو بالناس تدخل من هاي واي للخط الجديد. ف من هني نوصل لين هني شارع رئيسي، يتوصل في هذا الجسر الهاي واي، يرجع لين وين؟ لين هني. خلنا نوصل، خلنا نبدأ نحط هاي واي. لأن أصلا كل حد يستعمل القطار، لأن أي حد بيجي من هيك المدينة لازم يجي من وين؟ خلنا نبدأ الخط من هنا، نبدأ الخط من هنا، نبقى ليش الشارع وايد عود؟ بالتسعة رايح هذا كم؟ هذا وين لين هاي واي؟ ميدين هني، بس ما في زحمة عادي، أمور طيبة دام انه وين لين. شوفوا دام انه وين لين، انا بسوي تولين صغيرون. تولين صغيرون هاي واي الحين، يمكن يخفف لي الزحمة يمكن يزيد الزحمة، لأني بوصل مجموعة مدن ترى على فكرة، فيه مش مدينة واحدة. اوكي نبا مخرج، من هني لين، مشكلة ما يستوي، اني دايما احصل هاي المشكلة في اللعبة، انه ما اقدر اسوي نفس الريل لايف من تحت لين فوق. فشو بسوي؟ ابي يكون الناس اللي ترجع واحد اثنين ثلاثة ترى ما عندي مشكلة اشتري المنطقة كلها حق الرامب، بس ما عندي مشكلة اشتري المنطقة كلها بس حق الرامب هذا. لا لازم يكون كبير، يروحون لين، بحاول انه ما اشتري لان يمكن نحتاج الامتداد. عقب تشوف المكان، لحظة لين هني، لا عادي اوكي بنشتري، بيفيدنا يعني، أمور طيبة.
الحين جيت هذا اركب وياي. زين اوكي، بس على اساس يكونون نفس الشيء. داخل هي روم، روم حركة، لا بيكسر الدنيا، سويت الحركة تكسر الدنيا. هاي الجنكشن اللي بيودينا من هالهاي واي لوين؟ الهاي واي القادم. بس اول شي ني يرجع، وهذا الصوب الثاني اللي من هني يرجع، هذا الصوب الثاني. طبعا ما بوصل لأقول حاليا، خلنا شو نسوي. نحطي لنا درب جميل، لحظة، درب نبغى درب نبغى يوتير. أقول ما بيوتير والله. أوكي اوكي ها، في حال حد بيرجع يعني من نفس الدرب لازم احتياطا احتياطا. نبغى ثري وي هاي لين، هاي وي لين، وهذا يكون خط سيدة مرة، منشو سيدة لنفس الدرب. وايد اوكي بيكون ترى. انا الحين جالس اخترع الحين هاي واي بين شو تو هاي ويز، واللي هو شوي خلنا نخلي ثلاث خطوط، مو مشكلة عادي. هذا وهذا هني شوي، نشيل هذا الطريق هاي. هو very nice very nice. عشان عصرنا حتى لو اسوي له ابجريد ما يبغى ابجريد، ما يبغى ابجريد. ونبغى نطلع شارع من وين؟ من الرويس نفسها اللي هو راح يختبي لنا شو نسوي. نشيل هذا نحطيه هنا، هذا هنا، هذا وين؟ هني. نشل هاي واي بس ابى افترض ان انا بحطيه من هني، ومستعد اسوي زحمة هني في المكان هذا بعد. صعب ومش مستحيل، بس شو اذا اني اجيب الهاي واي من هاي الخروج من هني، بس هني زحمه، زحمه الكارغو تيرمينال. فشو بيستوي؟ ايوه حصلت لكم الموضوع، موضوع طيب جميل. نجيب هذا وان واي، ما عندي وان واي، هذا نبي الهاي واي نفسه، هني، ونشل هذا، نعطيه تقريبا نفس المساحة هني، وشو نسوي؟ نحوله إلى
ماينس 10 نفق الين وين؟ الين هذا الهاي واي، ونحول هذا ماينس 9 نفق الين وين؟ هذا الحين هذا الخط بيكون رايح، هذه منافذ هاي واي ما فيها مزاح، هاي المنافذ هاي واي، الناس اللي بتطلع بتروح بترد الحين المدينة عن طريق منو؟ عن طريق هذا المكان. اوكي هذا مكان، this is one place لين هني، اعرف اعرف مكان اعرف. وهذا الحين هني هني بتبدأ شو لنا 15 18، هذا لازم يكون عالي 12. اوكي بنبعد هذا شوي، بنحطيه على نفس المكان 15، ارتفاع اليمين غير عن اليسار، هني 15 هني 12 هني 12 هني 18، في اساس يبين النسيجة. بس شو بسوي هالمرة فرق؟ بس مد الشارع شوي، اوكي ها في نص هذا الشارع بيكون منو 21. الحين انا همي اني اكمل سيدة، اوكي هاي كمل سيدة اوكي، وبأسوي تو لين هاي واي هذا زين. الرامب ماله شو بيكون؟ تو واي هاي واي، نلف هذا هني هو يستوي دايركت، بس انا ما ابغى دايركت، انا ابغى الشارع اللي يطلع من وين. خلينا نشوف الرامب اذا اسهل انه يطلع، هي الرامب وايد اسهل يطلع اظني. ما نبي نسوي شيء ضخم الحين، هاي وجهة النظر كلها ان شيء ضخم ما نبغى. سوينا هذا هنا، وصلنا في منو في هذا، هذا يكون لازم شيء مرتب من الخاطر ولا ما بيضبط. ما دخل بعد ترى، لحظة اسوي شيء هنا الغصب. اوكي اذا فرضا دفيت هذا تحته هني، اوكي سوينا اللفة هاي بالطريقة شو هاي، فرشناها بعد ما تضبط. ليش ما تضبط؟ لأن اللعبة مش مخصصة حق فينا نفس هذا، لأن احنا هسه نلعب لعب في شو؟ في الأوريجيناليتي. في هاي الطريقة بسوي جسر كلاسيك، هاي الطريقة خلينا نسوي جسر شو؟ كلاسيك. ممكن أحصل حلول ثانية ترى، أحط شارع تحت شارع، هاي الأمور. بس الرامب هذا والله خاطر يطلع من تحت الجسر،
المشكلة انه هني يستوي شو هو هاي بتكون فنانة زين حطي بالطريقة هاي ها بعد يستوي التعديل نبي نجيب وحدة هني ونحرك الراس هني هالحلقات انا مرات ما بسوي لها بوست بسوي الاسم بروحي الحلقة وأكمل عليها وياكم بس شو المشكلة المشكلة أحس إن هالشغلات مهمة لازم تعرفونها لأن إذا ما عرفتوها حقا طول يعني وهالترتيبات طول أكثر من يوم نحن نحط مدن يعني ترتيبي ولا وقت ف لكم أن تتخيلوا يعني إذا لعبتوا اللعبة هاي من هاي من أكثر شغلات تلعبون فيها. في شغلات جاهزة في يعني مش إنه ما في. بس في شغلات معينة الواحد يحبها بطريقة معينة بأسلوب معين بشكل معين ما ينفع ينزلها جاهزة خلاص. يعني تقول أنا بنزلها جاهزة يا أخي ما تنفع. ما يصير تنزلها جاهزة. لأنك أنت تبغى تسويها بشكل معين بأسلوب معين. تعرف بعدين نحن في العادة يوم نسوي أي شيء مثلا متعلق في الشوارع هذا الإنسان يسوي في العادة اللي موجود في محيطه اللي موجود في دولته يمكن اللي يشوفه أفضل شيء مش بالضرورة يكون صحيح للكل في العادة نحن نسوي شيء يكون متواجد عندنا يعني ومعظم الناس يعني إذا بسوي شيء تسوي شيء من محيطك يمكن الجسر اللي أنا أسويه هالنظام ما تستعملونه عندكم ولا في دولتكم ولا النظام غير ولا الزحمة غير ولا شغلات غير والأمور غير فتفرق وايد من شخص لثاني كيف أنت تحب ترتبها كيف ما تحب ترتبها يعني مثلا أنا مش عيب إنها الجسر الحين بقى على وشك إنها كنسرة والله على وشك إنها كنسرة لأن نبو الشارع هذا يرجع بالعكس وهذا بالعكس وهذا بالعكس مو منه فايدة في نهاية اليوم ممكن أسوي بالطريقة هاي زعلني بس المهم أنتوا شو تحبون يعني شو الشارع اللي أنتوا تستعملونه عندكم شو يستعمل في دولتكم شو موجود عندكم حد عند بعض المشاهدين ما شاء الله من مصر بعضهم من العراق بعضهم من وايد أماكن وبعضهم يمكن من دول ثانية بعد فأصلاً اللي لحظة هي أصلاً الإنسان اللي بيتابع شيء نفس هذا ولا بيسوي شيء نفس هذا يكون له وجهة نظر مختلفة أصلاً مش لازم يكون نفس اللي أنا سويته يمكن ما يعيب أصلاً اللي أنا مسويناه ولا هذا الشارع غلط أصلاً أنا نحن ما نسوي شارع بالطريقة هاي والشارع مفروض ما يكون بالطريقة هاي صحيح ممكن المفروض ما يكون بالطريقة هاي بالنسبة لشخص ممكن يكون المفروض صحيح بالنسبة لي وإلى آخره يعني ويسار الشارع هذا انزل فأنتوا دائما إذا بتسوون أي شيء سووا تشوفوا كيف محيطكم شغال إذا أنتوا تشوفون الأسلوب اللي تسوونه صح معناه صحيح الصحيح ما تراه صحيح انتوا فينا صح سووا اموركم طيبة نشوف هني انا شوي تعبت الصراحة من الموضوع هذا صدق صدق غلطتكم في التسجيل الحين حسيت انه كان لازم اسوي خارج النطاق الفعلي ولا نطاق التسجيل
يطلع روحكم الموضوع. انتوا تريون الحين هذا يسوي شارع وغيره. اوكي نبا كل الاسهم تلف اتجاه واحد داخل طالع داخل طالع. يوتيرنا مرهين عليكم مسوي له يوتير اخر شيء عادي. لا بعد ما بيسوي يوتير من هذا تجيبها لاتجاه هذا جايبها لاتجاه لا يوتير بيحل الموضوع. اوكي الحين نوصل منو خط الرويس في نيبلنا هذا هني طي نعدل الشارع شوي ترى خلاص رسميا شابكين هاي واي في منو ايوه بالضبط انت رايح وانت راد. والحين يبالنا بس هذا في حد لا هذا اصلا بيتوصل انا ما اطلع هذا الجنكشن نفسه ووصل عليه النيبل واكمل هذا الخط سيدة لمنو الى ابو الهايوي ماله هذا هني وين يخطف ابو الهايوي سيدة اساس الناس توصل بسرعة مرة بعد صعب اسحب عليه هذا لحظة من قبل إذا سوي جنكشن حق هذا هني باختصر درب تراني يعني إذا يجيب هذا وصله هذا على ارتفاع وتأبر يوتير يا الله على يوتير عادي هذا يوتير راح تسمي بعد مو مشكلة عادي بسامح نفسي اليوم يوتير. اوكي خط والله مش اوكي الصراحة مش اوكي ابدا مش اوكي مش اوكي
انا عارف انه مش اوكي. زين خلنا نشوف هذا شو يسوي لنا. هذا زين بريح راسي. هاي مرة قعدت يمكن ساعة على انترسكشن وموجود عندي وما سيفته، لكن اظني سيف مال جيم راح خلاص. هاي لازم يباله وين هني حق المدينة. عندي فلوس هي عندي اهم شيء. خلنا نوقف اللعبة، خلنا نكسر الخط هذا مال القطار، بيجي بمكان ثاني. صبر جهاز الشوارع. بس هذا رقم واحد. شو هذا اكبر من هذا ولا شو؟ لا انا قاعد اسوي بقريت غلط يا حبيبي. والله ممتاز، بعد الممتاز. بعد الممتاز هذا. انزين الحين خط الاخطار قصينا الخط. طلع متكفي اصلا. يبقى 9 6 يكفي المفروض. تقولي 6 بعد ما يكفي؟ لا ما يكفي، مشكلة. خلنا نهتم في خط الخضار بس. هذا هني اوكي. خط اوكي نبغى خط رقم واحد. نجيب خط الثاني قطار هني. ممتاز. نبغى خط ثالث ما اختار وين. طبعا ها شوي شوي تشيتنج الحركة، لكن انا اباها هني. اوكي ممتاز ممتاز. جيج جيج الجماعة اخذ جيج. مشكلة حل بسيط. بس ها خط الخطر، خط المدينة هني، هذا خط الرويس، هذا موجود ما راح أي مكان. اوكي هذا يكون هنا، هذا يكون وين هنا. بعد ذلك سيده
مرة سيدة سيدة هني مش مرة مرة يعني في أماكن تحتاج فيها شوي شو ستريتشنج بس زين يعني زين زين اوكي شوفوا هني بس هني يبالي شوي تضبيط بس بالعكس يبقى هني خلي فلكسبل دنيا وحركات و... رقم واحد تعال هني اطلع في كسرة ما لان الشغلة هاي هذا هني شوية هني شوية هني ايوه المدينة المدينة عادة كيف توصلونها موضوع ثاني ها موضوع ثاني بوصل عقب بس اكبر هني بس ابي اوصل كونكشن هني بس شو الحين دام خلصنا كل هذا ما بسكر الحلقة الا وانا مخلص لكم شو الباقي اللي هو هذا حابة بس لفة بالطريقة هاي ولفة بالطريقة هاي على أساس نوصل هل هاي واي في وين هذا الجنكشن نوصل هالهايوي نفس الهايوي هذا جنكشن ثاني هو بيكون جنكشن نفسه نفسه احس الفكرة سيئة بس ما يضر ما يضر اذا ادق هذا ابجريد اذا توزح ما بدق ابجريد 6 لين 12 لين شيء ما اعرف ما عندي مشكلة بس هذا مرة الهايوي هذا موصول داخل المدينة على فكرة الحين استوى فيه لهم درب للرويس الأول ما عندهم درب للرويس المعلومة الأول ما كان طريق للرويس الحين صار طريق للرويس جسر كتر المعوق هذا مالي يا هاي شو هال نشوف راح يوترن على أساس ينزل أنا بسوي هالحركة من الصبح لا مش هالحركة بالضبط غير شوي طقع جوي لحظة انا اراويكم فيه انا اراويكم فيه الحين سلكت هذا اول زين من يسار دليت دليت اقول دليت ما بشوف ولا شيء غيرت رأيي تعال انت طلعت مشروع ناجح هذا مشروع اكثر من ناجح والله لفاتي يعني ينفعن حق الاماكن الصغيرة حق هالمكان بعد بالفشل الخاطر بعد بالفشل اوكي تعال هاي وي تعال هاي وي مني تحت الأرض تحت الأرض يا تعبان نكنسل هذا ونحطي وين هني ونشيل هذا نحطيه هني اوكي سي موف تو مرة مدق عليك لك شو السالفة عفوا مو الخط شغال هي شغال 100% ما بيروح ايوه بس ترى الدرب طويل كم على خط هالامتداد هذا شيء كبير يعني المهم هاي كانت حلقتنا اليوم طولنا فيها وايد
ومشكورين على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.